متابعين لايف لليوم وصار وقت نيتشر. هاي مارك. هاي دي. قبل ما نحكي عن النباتات المفترسة بين أكلة اللحوم. أكلة اللحوم. بدي اقول لك مبروك على انجاز جديد اكيد منه غريب عنك. ورح اتركك تخبرنا عنه هلا هيك دغري. ايه اوكي. اللي هي الفكره انه اوقات يعني خاصه على المديتراني كل شيء على البحر الابيض المتوسط في اليونايتد نيشنز اليونيدو هيك عاملين مثل بروجرام اسمه سويتش ميد يلي هن او شركات او اشخاص يعني المبادرات اللي هن بيعملوها او مثلا بيفتحوا شركه او حتى مثلا بروجرامنا من نيتشر بغيروا العقليه تبع المنطقه اللي هن عايشين فيهم ونقوا نيتشر يكون من هالاشياء وقريبا رح تطلع اونلاين ويحطوا كل القصه كلها ليش وهيك يعني هذه الفكره يعني صار اسمنا سويتشرز. حلو يعني قدرت التأثير على المحيط بشكل إيجابي للحفاظ على البيئة السليمة ولتحويل إذا بدنا البيئة يلي ما بقيها سليمة إلى بيئة سليمة خاصة العقلية يعني هذه الفكرة أهم شيء. ممتاز مارك بنقول لك مبروك من كل قلبنا ودائما إلى الأمام. اليوم شايفين عنا كم نوع ثلاث أنواع مزبوط. هلا هو هن ثلاث أنواع من البلانت كارنيفور. أنا قلت لأنه مسألين أنه هلا عنا يوم ثلاثة بعد في نوع رابع بس ما هو ما كان موجود هلا بس هن في أكثر من 1000 بلانت كارنيفور بالعالم بس مش كلهم بيقدروا ينزرعوا لأنه في منهم صعب واحد يزرعهم ببيوتهم وهيك. هولي أجمالا من الهينين ويلي بتلاقوا بالسوق. بس حابب الأول أقول أنه ليه في بلانت بنسميهم بلانت كارنيفور ليه في نباتات بيأكلوا لحوم ما بنقول لحوم ما بنقول حشرات لأنه بيقدروا لا بعدين بنبقى مركب بغير حلقات من فرجة أوقات هولي النباتات فيهم يأكلوا مثلا فيهم يأكلوا مثلا فارة فيهم يأكلوا جاردون فيهم حتى ياكلوا ضفدع فيهم ياكلوا برياحه يعني مش بس حشرات صغيره حسب بيقدروا ياكلوا اكيد اشياء كبيره حسب الايرن قديش كبيره. هلا بعد شوي بنفرجي صور عن الموضوع. هلا ليه هن بلانت كارنيفور؟ لانه رح احط صوره نبلش شوي كيف وين بنلاقيهم. على فكره بلبنان بالطبيعه في منهم بس مش كل الانواع اكيد وما رح نقول وين تما يروحوا يقطفون ويشلون بس هيدي الصوره بلبنان مثلا الي يعني اذا بنلاحظ على المطرح اللي هن موجود فيه ما في تراب كثير في كثير موس بنسميهم توربيير هالمطارح هن مناطق او مطارح كثير فقره بالمعادن فهيدي النبته مع الوقت فهمت انه انا اذا بدي اعيش ما بقدر الارض منا كافيه ونفس الوقت هن قرروا يعيشوا بهالمطارح لانه غير نباتات ما اجوا هون يعني ما في عليهم كثير كومبيتيشن فمع الوقت طوروا كل واحدة منهم استراتيجية لتقدر تأخذ هالمعادن اللي هن ناقصينها من الحشرات يعني عم تلعبها بالقلب يعني من دون ما تحول مثلا إذا بدنا نقول التربة لبروتين هي عم بتحول البروتين يلي بهيدا النباتات ترجع تحولهم هي لها لغذاء هيدا اللي هن هيك بيعملوا البلانت كارنيفور يعني عادة هيدا الاستراتيجية تبعهم. هلا هن هول النباتات أكيد في منهم عدة أقسام هلا أنا رح أقسمهم لثلاثة. أول وحدة رح نبلش فيها الديوني وهلا تفرجي صورتين وبترجع لنزي بتفرجي جينا موفي عنهم. الديوني هن هون عم نشوفها بالصورة بنسميهم البلانت أبياج أكتيف يعني هيدا بتسكر يعني أنت لما حشرة بتجي وبدق فيها بتسكر عليها. إذا بدك فينا نفرجي اللي معنا للمشاهدين نشوف في منهم مسكرين في منهم مفتوحين يعني هلأ منفرجيها. الديوني كيف تشتغل؟ تشتغل على هلا عاده اذا هلا انت هتحط ايدك هي معقوله بتسكر ما تعتلها ما في شيء ما هي كوالتها مش يعني مش بعد مش سايره ياكله انسان يعني الفكره تبعها انه هي بتشتغل على المي يعني فيها مثل سنسر جواتها اول ما دق الحشره فيها هي بتسكر. هلا اذا نحن سكرناها اذا حطيت اصبعك جوا وهي سكرت قصد بتعمل ستريس للنبته مع الوقت اكيد قبل ما ترجع تفتح. هلا اذا بدها ننزل بتحضرنا موفي نرجع نكمل على الموضوع نشوف كيف الديوني بيشتغلوا. اوكي هون كانه فيهم ماتير تخلي الشيء لزق او ماتير مش هيدا لا في غيرها هيدا هي كل الفكره هون انه هي ما رح تسكر عليها غير ما تحس انه بتقدر تسكر وتلقطها لاحظت بثانيه سكرت هيدا هي هيدا هيك بتشتغل هيدا الديوني هيك بتشتغل يعني خلص سكرت هلا بكفي نشوف الموفي يعني هلا الفكره عندنا انه ملاحظ في جواتها هيك احمر رح فرجي صور ونشرح كيف بتصير الخبريه يلي هو اذا طلع هيدا اللي انت عم فكرها بياج اللي هي سكرت هي منا الزهره تبع النبته هيدا النبته بعد شوي بتزهر وتعمل زهور هيدا ورقه موديفيه لتكون مثل بياج هيدا الفكره. هلا رح حط صور لنفرجي كيف بيشتغل البياج يلي هو في يكون فيها مثل مواد حمر هول المواد هن ليك ملاحظين هون كيف هن هيدا على فلوريسون هن بعيطوا للنبته بريحه معينه
وهون عم نشوف كيف البياج معمول للحشره سوري للحشره بريحه معينه بتعلق جوا. اول ما تحس انه هي فيها تسكر بتقدر دغري تسكر عليها. لما تسكر عليها فيها جواتها زون ديجستيف، هي بتاخذ وقت لتهرمها او جمعتين وثلاثه بترجع بتسحبها للبلانت بترجع بتفتح بترجع تجي وحده غيرها يعني. وهيدي البلانت هيدي زهرتها يعني بتزهر هون بنلاحظ كيف مثل الزهور عاديين، بس اللي عم نشوفهم هن اللي بيكونوا صغار هن بيكونوا هن بيكونوا البياج تبع هيدي النبته. سو الديونيه بتشتغل بياج اكتيف يعني هي بتسكر. هلا رح لاحظت كيف هون بتكون مفتوحه، هون كيف سكرت عليها فيها تلقط زرقتها، وهون مثلا بتقدر تلقط حتى حشرات كبيره وكل شيء وبتسكر. هلا رح نروح على موفي ثاني هلا بتفرجينا اياه كمان لينزي، يلي هي الدروزيرا يلي هي موجوده بلبنان بالطبيعه. هون الدروزيرا بتشتغل غير شيء بالمره، بتشتغل مثل الدبق يعني انت كنت عم تقول عنه. ما بتسكر يعني هي لاحظ بالنب بسموها سانديو لانه الحشرات بتفكر انه هيدا ندى. هو منه ندى، هي ريحه كثير حلوه مسيلاج بيجوا عليها هن. اول ما يجوا بنلاحظ هيدي كيف بتصير بتسكر عليهم بطل فيهم يفلتوا لانه هي مثل نوع دبق يعني. فهيك بتشتغل الدروزيرا يلي بلبنان في منها كثير بالطبيعه حد المي، وبتاخذ اوقات جمعتين اوقات شهرين بتتحول هيدي الطريده الصغيره لكومبليتلي غذاء للنبته. وبعدين اكيد بترجع بتكمل. هون بنلاحظ في كثير انواع بتجري بتفلت بس ما بتقدر بقى لانه عم بتسكر عليها كل بنلاحظ كيف يعني كثير حلوه حتشوف قدامه يعني هيك الفكره كيف بتنعمل. هيدي النبته الثانيه اللي هون بنسميها بياج سومي اكتيف يعني هي نص نص مش هيدي هي هون بنشوفها كيف تعمل الدروزيرا. يعني رح ارجع انا فرجي صور من عندي لفرجيك كيف بيشتغلوا الدروزيرا. يعني هي نبته كمان زيت الموضوع، هالمره البياج تبعها مش الزهره هي كمان ورقه. هون عم نشوفها هيدي صوره من لبنان افرجيك بس كيف طلعت الحشرات. يعني هون عم نشوف كيف لقطتها سكرت عليها كومبليتلي، ومن بعدها اكيد بتشوف في منهم طوال في منهم قصار. كيف تشتغل؟ تشتغل لانه اذا واحد بقرب عليهم لهول البياج هن هيك جواتهم في هذا المكتوب عليه مسيلاج يلي ريحتها وطعمتها بتعيط للحشره انه هون في شيء طيب وريحته حلو. بتجي بعدين بتعلق، ولما بتعلق خلص يعني بتاخذ وقت بطل فيها تعمل شيء. وهيدي كمان زهرتها للدروزيرا اكيد كنا عم نحكي عنها. هلا رح نروح على شيء ثالث يلي هون عندنا نبتين منه يلي هي هون عم نشوفها النبانتس. هون كثير كمان قويه خبريتها فإذا هيك بتقدر تطلع يلي هن هول البياج يلي هي بتستعملهم يلي هي كمان اذا بتطلع هون جوا في مي جوا، وفي منهم اذا بتفرجي هي هلا بياج بعد صغيره لازم عم تنعمل، والبياج بيقدروا بعد يكبروا كثير. فهيدي لما نحن بنحطها هلا رح فرجي بالصور وبنحضر موفي كمان رح فرجيك صوره بالاول كيف تشتغل وبنرجع بنحضر الموفي. بتشتغل بطريقه انه البياج اللي معنا اياها مقسمه لثلاث اساس، في زون بتجذب يعني بتجذبهم، بعدين في مطرح ما بتزحت الحشره، وبالاخر في المي مطرح ما راح ينهرمها. فلما بتجي هيدي الحشره او حتى رح تشوف بالزيقه او اطفارها وهيك بيجوا كرمال انه في ريحه طيبه. هالقد ممكن يكبر مظبوط البياج في يكون تقريبا 40 سم البياج كبير يعني مشان هيك بتقدر فايره تنزل جواتها. بنحضر موفي وبرجع اذا بدك بنفرج اهميتهم كمان. خلينا نشوف الفيديو لكين. هلا هون عم نشوف الدبانة يعني عادة الدبانة مش بس موجودة. شو يلي بيجذبها الدبانة؟ الريحة كله بريحة وقشطة الدبانة جوا. هيدي شوف كيف خلص لما تصحت وتقشط ما بقى فيها تعمل شيء يعني. رح فرجيك صور لتشوف قديه البياج في يكون يكبر. وعلى فكرة بكثير من البلدان مطرح ما بيطلعوا هول النباتات بيستعملوا البياج ليشربوا فيه اوقات بسموه بيتشر يعني مثل كأنه كان مثل بريق يعني. هلا هيدي هون النبتة رح ارجع للصور نفرجيهم كيف بينزرعوا كيف بيكونوا وقديش هن. فهيدي وحده منهم لاحظ كيف في الوان مختلفه كيف فيها تكون بالبو والبياج صغير. وهون قدي عن جد هيدي بتشوف قدي كبيره يعني مثلا هون ما بعرف اذا قارنا مع كانت اللي قبلها يعني كنا عم نحكي عنهم. فهون بتشوف قدي البياج فيها تكون يعني كبير مثلا مثل هيدي. وهون المي اللي جواتها هيدي المي كثير اساسيه لي لانه هي هيدي المي فيها عظيمات هن رح يهرموا الحشره او الفرق او حيالله شيء اللي عم نحكي عنهم يلي هن بيصيروا بعدين رح يصيروا اكيد كل هالفكره اللي عم نحكي عنها. انا هون بس كمان حبيت اقول لك شغله انه هالبياج قد ما انهم كبار والماده اللي بتزحت هلا حاليا كثير عم يستعملوها لانه اكتشفوا انه في شيء بسموها سبستانس ايدروفوب يعني انه بالمي ولا ممكن تشربها. عم يجربوا يخترعوا منها كثير اساس الدم ما بقى مثلا يلزق على بلاستيك او على شيء او حتى اوقات مشان
اللي يعملوا ازاز ما بيعلق شيء عليه. هون عم نشوفهم هلا، بكره بنبقى نعمل حلقه كيف نهتم فيهم، لانه هول النباتات ما فينا نطعميهم كثير، لانه اذا طعميناهم كثير ما بقى بيعملوا البيتشر، لما بطلوا عايزين يعملون هول بيعملون بس يقدروا هن ياكلوا هناك. حلو، عالم عالم ثاني، عالم غريب. هلا نحن ببالنا شوي الافلام عن النباتات يلي بتخوفنا اوقات، وهي مش موجوده طبعا. لا لا، هول اشياء انه كثير هيك حلوين وفرندلي وفيهم يكونوا بالبيوت يعني. طيب بالبيوت مارك، شو العنايه يعني؟ والناس اكيد يمكن بتربيهم لحتى يخلصوا، اذا مثلا بيت قريب على الطبيعه، اذا في حشرات حوله يمكن، او حتى اذا في حشرات يعني حتى تيخلصوا منهم، بس بدهم اي نوع عنايه؟ هلا هن ليش هلا عم بيصيروا ترند؟ لانه في اشخاص بحطوهم ببيوتهم، اذا في برغش كثير، اذا في دبان، بيقدروا ياكلون. اكيد ما راح ينظفوا الدنيا كلها حسب ادعاء عنا. العنايه تبعهم هو الاساس، اكثر شغله انه لازم هول بيعيشوا بمطارح رطبه، فلازم نخلي قد ما فينا تكون في رطوبه. في منهم حسب الانواع بيعيشوا او فلسان، بيكون مكتوب على الورقه، يعني دائما في ورقه مشكوكه فيها، بيكون مكتوب اذا هي بتحب الشمس او تحت شجره. والشغله الاساسيه هو نعرف اي متى نطعميها، لانه اذا صرنا نعطيها كثير كيماوي ما بقى بتعمل هول البياج يلي نحن عاده يعني اكيد بنحب انه يكونوا. هلا اللي حكينا عنها نيبانتس، بس هون مثلا عندنا كمان السراكانيا يلي هي كثير بتشبه النيبانتس، بس بدون ما يكون الايرن نازله. اذا انتبهت قبل كيف كانت بيتشر، هيدي طالعه هيك لوحده يعني. هلا هول بيروحوا بيطلع غيرهم، وهيدي هي الزون يلي هون بتعيط لهم للحشرات. وقتها بيعلقوا بيزحطوا هون، ما بقى فيهم يطلعوا لانه جوا كلها مي وبتسحب هول الحشرات. واذا بتشوف هون دائما كل وحده بنشيل الكتالوج تبعها، بكون مكتوب كاتبين مثلا انه هيدي بدها شمس كثير، وبيقولوا لنا ايمتى نسقيها. ودائما بيقولوا الشيء الاساسي لهالنباتات قد ما فينا واحد من مشاكلهم، يعني في كثير اشخاص بيجيبوهم وبيزرعون عندهم، مشكلتهم هي كاليتي المي، لانه هون معودين على الرين ووتر، يعني معودين على المي اللي بتكون من الشتاء. من الشتاء، لانه ما فيها بقلبها كلس، والمي بلبنان كلسيه جدا، ومشان هيك بينتزعوا يعني اجمالا. واللي حدك الديوني وحتى الدروزيرا بيجي عليهم موس كمان، اذا بتنتبه هيك حواليهم، لانه هن كمان هيك معودين اكيد يعيشوا يعني. هلا بدي فرجي كمان صور من عندي اذا بدك اياه، على كيف بنقدر نحن نكترهم، لانه هيدا نبته في واحد بحب يكتر يعطي اصحابه منه. بنلاحظ الاوقات لما تكبر كثير، مثل اللي معي بالاستوديو، فينا نحن ناخذ هالبارتي اللي عم تكبر نقصها قد ما فينا، نخفف من الورق اكيد. نحط لها، هلا صار ممنوع شوي يكون في الهرمون فيجيتال، بس انه فينا بلاها، بنعملهم فراجمون صغار. من بعد ما نعملهم فراجمون بنلفهم بموس، يعني اذا شايفهم كيف ينلفوا بموس، بعدين اكيد نرجع بنحطهم بتراب. من بعد ما نحطهم بتراب هون بيرجعوا بعدين بتكبر، وبتصير هيدي النباتات اللي عم نشوفها قدامنا الكبيره، فحتى فينا نكترهم يعني. نباتات جدا جدا هينين يعني، لو واحد يقدر يكترهم. فرجيك بعد بس كيف بتكون الايرن من جوا يعني، كمان هيدي هي نشوف يعني. اذا من فوق هيدي اللي عم نشوفها على الراس هي البارتي اللي بتزحط عليها شو ما يكون يعني. اذا واحد بده يطلع اوقات بحطه على يوتيوب مثلا نباتات وحيالا شي حشره او حتى شيء ما بيقدر يسحت عاده يعني، اللي بالزيقه ما فيها تضاين عليها، بتقلب دغري وبعدين الليكيد بيهرمها وترجع بتحولها لمعادن لها يعني. هلا هن نباتات يعني حلوين ترندي، والاهتمام فيهم منه صعب، عشان هيك عم نشوفهم اكثر واكثر، وصارين كثير هين واحد يلاقيهم يعني، مش مثل قبل. ممتاز مارك، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. نحن رح نتابع وبريك، ومن بعدها بنكون مع الشيف بواتس كوكينج مع الشيف إيدي دياب.